يقول السائل: ما قولكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقوم الحي على قبر الميت ويقول: يا ليتني كنت مكانك؟ نعم، هذا إذا اشتدت والعياذ بالله اشتدت الفتن والشرور، وصار الإنسان يرى أمورا شديدة تأتي على الناس في آخر الزمان من القتل والسلب والنهب وعدم الأمن والخوف الشديد، يتمرغ على القبر ويقول: يا ليتني كنت مكانك. وما به الإيمان، ما به إيمان، ما هو قصده فرار بدينه، وإنما قصده السلامة من الفتن اللي هو يرى تخلص منها والعياذ بالله. هذا يدل على شدة الفتن في آخر الزمان. نعم.